أعزائي المشاهدين، برحب فيكم مرة ثانية ولقائنا هلأ مع طبق الحلويات. إحنا اليوم حنعمل طبق كتير مميز ومرتبط تماما بشهر رمضان. حنعمل القطايف، نشوف مع بعض الطريقة. القطايف، مقادير العجينة 2 كوب دقيق، نصف كوب سميد ناعم، 3 ملعقة كبيرة سكر، ملعقة صغيرة خميرة فورية ناعمة، ملعقة صغيرة بيكنج باودر، نص ملعقة صغيرة ملح، 1¾ كوب ماء دافئ، ملعقة صغيرة ماء الزهر، مقادير القشطة، 1½ كوب حليب، كوب كريمة سائلة، ربع كوب دقيق، ربع كوب نشا، 3 ملعقة كبيرة سكر، وملعقة كبيرة ماء الزهر. حشو المكسرات، نصف كوب بندق مشروش، نصف كوب جوز هند، نصف كوب زبيب، ملعقة صغيرة قرفة. للقلي زيت ذرة أو سمن أو خليط، وللتقديم شيرة أو قطر. أعزائي المشاهدين، إحنا اليوم حنعمل القطايف، حنعمل العجينة وحنعمل الحشوة وحنقليها، وحنعملها القطايف التقليدية المقاسها الكبير اللي بنحبها كلنا. إذا حبيتوا تغيروا بالمقاس حنعمل نفس الطريقة، ولكن نتحكم بمقاس القطايف وإحنا بنصبها. نبتدي نشوف المكونات اللي حنحتاجها. احنا عاملين المكونات على جزئين، الجزء اللي على اليمين حاطين فيه مكونات عجينة القطايف، والجزء اللي على الشمال هو حيكون فيه مكونات القشطة. نبتدي نجهز، نعمل القشطة الأول عشان تكون باردة. طبعا التجهيز المسبق لطيف جدا في هذه الوصفة، إنه ممكن احنا عجينة القطايف نكون عاملينها من الصبح قبل الفطور بشوي، بس مجرد نقلي الحشو يكون عمليها قبل بيوم يومين، ما بيصير لها أبدا أي شيء. نبتدي نشوف الخطوات التالية. أعزائي المشاهدين، أنا حبتدي أحط هالمكونات في وعاء الخلاط، وأنا عايزاكم تكونوا شوي منتبهين مع الخطوات اللي أنا بعملها، لأني أنا هون عم بستعمل الخلاط عشان أخلط القشطة، وفي نفس الوقت عم بستعمله كسخان، لأنه هذا الجهاز القاعدة مكونة من سخان، يعني كأنه عم بعمل على فوق البوتاجاز بالضبط. جهاز جديد وتكنيك كتير مريح لست البيت عشان ما نوقف نضلنا نقلب. مجرد هحط هالمكونات سوا وحنشوف مع بعض هالخطوة كيف حنعملها. هحط الحليب، هحط الكريمة السائلة، الطحين والنشا، وححط السكر، وإذا حبيتوا أي نوع من المطيبات فيكم تحطوا ماء الزهر أو ماء الورد، أو إذا حبيتوا قليل من الزعفران، في ناس بحبوا هذا الطعم. أنا مش هعمل أي شيء، مجرد أني أنا هقفل الخلاط. يفضل أن أحط الغطاء عشان لما يسخن ما تتناثر أي مواد ساخنة على إيدي وأنا بشتغل. مجرد أني أنا بحرك أو بقلب تقليبة خفيفة بس لتختلط هالمكونات سوا، وأثناء ذلك ببتدي أثبت درجة الحرارة المطلوبة. أنا هحتاج أحطه على درجة حرارة 100، بنثبت هون شوي شوي. درجة الحرارة 100-110 112-115 بالكتير بتبقى مناسبة عشان أطبخ القشطة وتتماسك عندي، وهذه الطريقة بنقدر نستعملها لأي نوع من الأصناف اللي بنعملها زي البشاميل أو قمر الدين أو الكاسترد بنفس الطريقة. نشوف مع بعض أعزائي المشاهدين كيف بدنا نطبخ، وبنفس الوقت الجهاز عم بيستمر بالتقليب، وأنا بقدر أتحكم أو أختار درجة التقليب اللي أنا بحتاجها. ممكن تقليب وتوقف، تقليب وتوقف حسب ما أنا برغب، ونشوف بعد هيك كيف حيكون شكله. أعزائي المشاهدين، القشطة أصبحت عندي جاهزة. إذا حبينا نضيف زي ما قلنا أي نوع من المطيبات حسب رغبتكم، بنضيف ماء الزهر أو ماء الورد، وخلينا نشيل الغطاء. طبعا خلوا بالكم لأنه بتبقى سخنة، ونخلي بالنا برضه من الوعاء بيبقى فعلا حار. هحطها على قاعدة عشان نتأكد بس من الحرارة، ولابد أنه هالقشطة أسيبها في مكان بارد أو أحطها في الثلاجة لغاية ما تبرد عندي شوي عشان أقدر أستعملها.
القشطة عندي جاهزة، وحنبتدي نجهز خليط عجينة القطايف. نشوف مع بعض الطريقة. حنستعمل إبريق الخلاط، والموضوع كتير بسيط. كل المكونات اللي ذكرناها إحنا في مقادير عجينة القطايف حنحطها مع بعضها في إبريق الخلاط. بنبتدي نحط السميد الناعم. السميد الناعم مع عجينة القطايف بيعطيني طعم كتير طيب. نبتدي نضيف الطحين، كل هالمكونات مع بعضها. عنا 2 كوب من الطحين، والمقادير احنا بنذكركم اياها قبل وبعد الوصفة عشان برضو تبقى عندكم واضحة وتقدروا تسجلوها. حضيف نص ملعقة صغيرة من البيكنج باودر والملح، السكر والخميرة، وحضيف مقدار المي. هغطي إبريق الخلاط وأثبته على جهاز الخلاط وأشغل لغاية ما تختلط عندي هالمكونات، أحصل على عجينة بتبقى سائلة شوي. أعزائي المشاهدين، أصبح عندي عجينة القطايف جاهزة. طبعا بسيبها ترتاح، ما بقدر أشتغل فيها هلأ، على الأقل ساعتين، عشان هيك نقول دائما ست البيت بتقدر ترتب أمورها بكير عشان تكون جاهزة على وقت الفطور. عندنا هلأ عجينة قطايف ارتاحت، حنحتاج نخبزها، حنحتاج صاج أو قلاية سميكة بهذا الشكل. حولع النار وأكون حريصة، أول واحدة من حبات القطايف دائما بتبقى تجربة، فيكون عندنا صبر وطولة بال لغاية ما نزبط درجة الحرارة المطلوبة، لأنها بتبقى كتير حساسة. أعزائي المشاهدين، بنصب عجينة القطايف على شكل قرص حسب زي ما قلنا الحجم اللي احنا بنختاره. احنا قلنا عايزين نعمل قطايف بلدي المقاس الكبير، صبينا بهذا المقاس. نستنى لثواني بسيطة، بنلاحظ انه تكونت عندي فقاعات ما بحركها خالص، بنتظر شوي لغاية ما تنشف خالص وش القطايف. أعزائي المشاهدين، ما زلنا بنستنى، ما نستعجل، لو حاولنا نحركها ممكن تخرب معانا، فأرجوكم خليكم صبورين لغاية ما تختفي خالص هالنقاط وتنشف عندي سطح العجينة. أبتدي شوي شوي هلأ بشيلها. لاحظوا كيف نشفت عندي على الآخر، بشيلها وأحطها على قطعة أو فوطة من فوطة المطبخ، بسيبها ترتاح. وخلينا نصب كمان واحدة تانية، يبقى بنفس الطريقة. طبعا ممكن احنا نصب كذا واحدة، بكفي القلاية عندي، ممكن نعمل 3 أو 4 حسب حجم القطايف اللي انتوا حابينها. بنشيل قرص القطايف وبرضو على فوطة المطبخ، بنعمل طبعا كل المقدار، وزي ما قلنا التجهيز المسبق بيبقى كتير مريح لست البيت. بنسيبها تبرد تماما وتبقى القطايف جاهزة عندي للحشوة. طبعا خلينا هلأ نجهز الحشوة. الحشوة ابتكارات وأفكار كتيرة، في ناس عم يحشوا القطايف موز ومكسرات، هيك خلطة غريبة. احنا بدنا القطايف التقليدية، زي ما قلت لكم اليوم بدنا نعمل قطايف بلدي. عندي القشطة جاهزة، حبتدي هلأ أشكل شوية مكسرات، شوية زبيب على بندق مجروش أو جوز إذا حبيته، وشوية جوز هند وقليل من القرفة. هاي الخلطة مع بعض وخلطة القشطة، ونبتدي نشكل أو نحشي القطايف. خلينا نشيل هذه القطعة بالشكل هذا. هناخذ قرص القطايف. في طبعا وجهات نظر مختلفه بالنسبه للحشوه القطايف، في ناس بيحبوا يقفلوها نص قفله، وفي ناس بيحشوها وهي مفتوحه، حسب ما انتم بتحبوا. خلينا نقفلها الاول بهذه الطريقه، نتاكد تماما انها تلزق كويس، وابتدي احط قليل من الحشوه. اضغط على الحواف لغايه ما تلزق عندي على الآخر. طبعا ممكن أكون أنا مجهزة كمية كبيرة وحشياها وخليها على جنب، ما بصير لها أبدا أي شيء، بس خلينا نحشي برضو كمان واحدة بالقشطة.
ما نكتر، برضو نقفل بنفس الطريقة. نتأكد إنه الأطراف كلها بتقفل في منتهى السهولة. ما بتحتاجوا لا تحطوا ولا مي ولا أي شيء أعزائي المشاهدين، بس هي بدها تزبطوا القطايف كويس أثناء ما أنتوا عم تخبزوها، وبتحصلوا على نفس النتيجة اللي إحنا أخذناها. يبقى هيك حبيتوا تحشوها وهي مفتوحة كلها أو نص فتحة زي ما بترغبوا. نبتدي أعزائي المشاهدين نقلي القطايف، ممكن نقليها بالزيت أو بالسمن أو بخليط من الاثنين. هحط أقراص القطايف بهالطريقة. يفضل أني أقلي المجموعة اللي فيها قشطة الأول، بعدين أقلي المجموعة اللي فيها مكسرات عشان أحطهم كل واحدة في طبق، عشان الأفراد اللي بدهم يأكلوا هالطبق يكونوا عارفين شو الحشوة اللي في الداخل، لأنه الشكل واحد ولكن الحشوات مختلفة. هقلب القطايف بهدوء وأستنى لثواني بسيطة لغاية ما تأخذ اللون الذهبي اللطيف. يبقى هيك إحنا بنقلي القطايف، وبنرجع بنعيد الملاحظة. إذا كنتوا حابين إنكم تشووها شوي بالفرن، ممكن نحطه على درجة حرارة 180 وبنسيبها بالفرن لحوالي نص ساعة لغاية ما تنشوى. بس تطلع من الفرن على طول بنصب عليها قطر. احنا هلأ شلناها من الزيت وعلى طول بنسقطها في القطر. طبعا يفضل وأطيب إشي إنكم تأكلوا القطايف وهي سخنة، نشيلها من القطر ونحطها في طبق التقديم. أرجو أنه هالوصفة تكون عجبتكم. لتجهيز القشطة، في وعاء الخلاط حطينا مكونات القشطة، شغلنا الخلاط على درجة حرارة 110 وسبناها لبضع دقائق لغاية ما تماسكت القشطة. لتجهيز عجينة القطايف حطينا كل مكونات العجينة في إبريق الخلاط وشغلناها لغاية ما حصلنا على عجينة سائلة. صبناها على شكل أقراص، حشيناها وقليناها وحطيناها في الشيرة. القطايف، مقادير العجينة 2 كوب دقيق، نصف كوب سميد ناعم، 3 ملعقة كبيرة سكر، ملعقة صغيرة خميرة فورية ناعمة، ملعقة صغيرة بيكنج باودر، نصف ملعقة صغيرة ملح، 1 3/4 كوب ماء دافئ، ملعقة صغيرة ماء الزهر. مقادير القشطة، 1.5 كوب حليب، كوب كريمة سائلة، ربع كوب دقيق، ربع كوب نشا، 3 ملعقة كبيرة سكر وملعقة كبيرة ماء الزهر. حشو المكسرات، نصف كوب بندق مجروش، نصف كوب جوز هند، نصف كوب زبيب، ملعقة صغيرة قرفة. للقلي زيت ذرة أو سمن أو خليط، وللتقديم شيرة أو قطر.